بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة اليوم تقدير دور المرأة في المجتمع. في السيرة النبوية العطرة نجد نساء تركوا أثرهن العظيم في حياة المجتمع، منهن من بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، ومنهن من رأت الملك جبريل عليه السلام وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن من خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته تداوي الجرحى وتسقي المرضى، ومنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها في الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، ومنهن المهاجرات التي أصبحت سيرتهن عطرة وذكراهن خالدة، ومنهن من كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومنهن من كانت تستقبل الضيوف وتقدم لهم الطعام وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن من تقوم على خدمة المدعوين في وليمة عرسها وتصنع لهم بيدها شرابا طيبا، ومنهن اللائي يشهدن صلاة العيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يفوتهن الخير ودعوة المؤمنين، بل منهن من رشحت الرجال لبعض الأعمال كما جاء في القرآن الكريم عن ابنتي الشيخ الكبير في سورة القصص وهي تقترح على أبيها: يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. لقد حب الله تعالى النساء بفيض من المشاعر الرقيقة يجعلها حريصة على التدين إذا حظيت بتوجيه سليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شاركت المرأة في جميع الأنشطة الاجتماعية كميدان التثقيف والتعليم وميدان البر والخدمات، وعملت في مجال الزراعة والصناعة والإدارة والتمريض مما ساعدها على توفير الحياة الكريمة لها ولأسرتها وتوفير مزيد من الفضل والمكانة الرفيعة، مما يدل على نمو الوعي عند النساء وبلوغهن درجة كبيرة من النضج مع استقلال شخصيتها واختيارها بين الإيمان والكفر. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت من كلمات ربها وكانت من القانتين. وإذا كانت الحكمة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أن المرأة لا بد وأن تقوم بدورها المفيد وتساهم في بناء المجتمع متسلحة بالتقوى والإيمان موصوفة بالصلاح والنجاح كما أراد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي الصبيان والنساء مقبلين من عرس يهش في وجوههم مبتسما ويقول لهم: أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات مما يدل على تقديره للمرأة وعطفه على الأطفال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم إذ يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإلى لقاء آخر بحول الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.